طيب وانا قاعد اشيد بالحكومه واداء الحكومه ونزاهه الحكومه، نفسي اقول للحكومه برضو انت فرساني، انا من امبارح مش قادر افهمك، انا هيجيلي شلل اطفال بالفعل. الحكومه اللي عامله ده كله، جه وزير الماليه وراح عامل قرار يتطبق النهارده واتخذ من امبارح، نفسي اساله يا مولانا يا سياده وزير الماليه هاني ادري، ازاي تعمل ضريبه 10% على ارباح البورصه اليومين دول؟ يعني اول مؤشر لحاله استقرار هي البورصه المصريه، لما يبقى عندي رئيس فاز او المؤشرات بتقول انه فايز يعني باكتساح وشايف ناس الشارع، البورصه تروح عامله زي ومنتعشه كده، فيقول لك الله شايفين اقبال الناس ده دليل على الاستقرار. اجي اقول لك لا والله العكن عليكم، ده انا هوريكم ايام سودة، فيروح عامل لي 10% ارباح. يا سيدي استنى اسبوعين، يا سيدي انت بتعملها علشان الرئيس الجاي ما يبقاش هو اللي عملها؟ والله اذا كانت في اطار خطه يبقى يعلنها، لكن انت ايه المعنى ان يوم الاحتفالات البورصه تخسر 3 مليار؟ يعني ايه الناس يتخرب بيتها النهارده في البورصه؟ يعني ايه تخلي مستثمرين عرب واجانب يهربوا من البورصه المصريه؟ انا ما بناقش الضرايب صح ولا غلط خالص، ومش بناقص هتجيب دخل قد ايه للدوله. يا سيدي انا موافق، انا رافض التوقيت، اعمله بقالك 3 اسابيع يا اخي، ليله الانتصارات، ليله الاحساس بانك بتنتقل، تقوم تعمل فينا كده تعكنن على الناس اللي في البورصه؟ ويبقى الدلاله ايه؟ انعكس فوز المشير عبد الفتاح السيسي مؤشرات فوزه برئاسه الجمهوريه على خسائر كبيره في البورصه المصريه اليوم بالتالي على التوالي. يا راجل انت بتشتغل مع مين؟ انت بتشتغل ضد مين؟ مين اللي قعد وقال لك ان هذا القرار يجب ان يؤخذ هذه الايام؟ نفسي اعرف. انا لا بتاع بورصه ولا عمري لعبت في البورصه ولا بتاع اقتصاد ولا بتاع سياسه، بس عايز اعرف، نفسي ادخل احيانا في دماغ بعض الوزراء كده، زي ما انت كده بتشوف حد بيعمل تصرفات وتقول نفسي ادخل دماغه، عيل صغير تقول نفسي اعرف بيفكر ازاي. انا نفسي ادخل احيانا في دماغ بعض الوزراء اقول له انت بتفكر ازاي، انت حاسبها ازاي، يعني ايه المكسب اللي هيجي في اليومين دول لو اخرته يومين او قدمته اسبوع قبل الانتخابات؟ قلقت لان الناس ما تروحش الانتخابات؟ يبقى انت عارف انه قرار غلط او قرار مؤذي او قرار مضر في اقتصاد متازم، تقوم تيجي يا مولانا واحنا رايحين نفرح وطالعين في الشوارع ومبسوطين بنتيجه انتخابات وتقول لنا والله لعكن عليكم، واقول لكم حد مؤشر مش كويس؟ مش بلعها، مش داخله في دماغي.